السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مصطفى عطية، والنهاردة في هذا الفيديو نتحدث حول مهارة من أهم المهارات اللي بيتم استخدامها في شيت الإكسل، نظرا لأنها بتساعدنا على العديد من الأمور. واحدة من هذه الأمور هي إنك تعمل أوتو فلتر أو تقوم بنوع من أنواع سورت باي سيلكتد فاليو أو فلتر باي سيل فاليو، ودي هتلاحظ هنا زي الشكل قدامك إن أنا في هذا الشيت في ناس مستواه في اللغة الإنجليزية مختلف عند 300 وشوية من الافراد، ازاي اقدر اعمل سيلكت لهذه القيمه فورا في مكان واحد حتى تستطيع ان تظهر عندي. طبعا لو انا هبحث اسم هتلاحظ ان هذا الامر غير صحيح، ولذلك هستخدم الاوتو فلتر او ان انا استخدم فلتر باي سيل فاليو. هتلاحظ هنا ان انا لما بعمل سيل فاليو على رقم 3 هيظهر هذا الامر، لما اعمل على 2 هيظهر لي القائمه في هذا الشكل. لكن لو انا حابب ان انا اساعد على تسريع هذه العمليه، ممكن ان انا اقوم بنوع من انواع اخراجها في الهيدر او الشكل الخاص بالاكسل زي ما حضراتكم شايفين. انا بالضغط على رقم 1 واضغط اوتو فلتر بيظهر لي بشكل مباشر الاشخاص اللي بيساعدوني في نفس المستوى. لو انا هرجع في نفس الامر ممكن اجرب على 3 نفس الموضوع. ممكن ان انا اعمل ده عن طريق كاستم ذا ريبن، ان انا اقوم بتعديل الريبن، بختار بدل popular comment بختار all comment، بعدين اقوم بالبحث على auto filter. بعد ما ابحث على الاوتو فلتر زي ما حضراتكم شايفين الاوتو فلتر قدامنا، هنضعه بهذه الامر. طبعا هيقول لك لازم تحطه لي في جروب، فاحنا هنعمل نيو جروب وهنسميه اي اسم علشان يكون قدامنا ظاهر او هكذا. ثم نقوم بنوع من انواع الاضافه، هيبدا يضاف معايا، ثم ابدا ادوس اوكي هيظهر عندي بهذا الامر. طبعا لما انا بدوس اوتو فلتر هيظهر لي بهذا الامر. لكن الامر العجيب في هذا الشيت ان انا ممكن استخدم هذه القيمه بشكل في نوع من انواع الذكاء في العرض. زي ما انتم شايفين هكتب هنا تابه في الاخر اسمها المستوى، واكتب هنا قدامي اكبر من مثلا من 5. بهذا الامر هتلاحظ ان انا لما اعمل اوتو فلتر هيجيب لي كل الناس الاقل من 5 بشكل مباشر. وكذلك الامر لو انا كتبت مثلا اكبر من 5 هتلاحظ هنا ان لما اعمل اوتو فلتر بيظهر لي فورا الاعداد الاصغر من 5. اذا هو يدعم هذا الامر. فلو انت عندك شيت كبير فيه العديد من الامور يمكن ان تستخدم هذه الخاصيه في تسريع وقتك وانجاز شغلك بشكل كبير جدا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا الاشتراك في القناه، ولا تنسوا في حاله وجود اي استفسارات شرفنا رد عليها في التعليقات او الصفحه اسمها فيسبوك مصطفى عطيه. والسلام عليكم ورحمه الله.